عثمان في محافظة مطروح، وسيادة لواء خالد شعيب محافظ مطروح. شغل بيعمله صندوق تحيا مصر، ودعم كبير جدا يتلقاه الصندوق في مساهمات من مصريين وغير المصريين، شركات كبيرة، رجال أعمال، مستثمرين، ناس، أفراد، لتوفير لقاحات للمواطنين اللي هم مش قادرين. سيادة الرئيس كلف صندوق تحيا مصر إنه يتولى تدبير لقاحات كورونا للمواطنين اللي ما عندهمش مقدرة لهذا الأمر، ويتكفل هذا الصندوق بهذه المهمة الوطنية كما يتكفل بغيرها من المهام الوطنية الكبيرة. سيادة اللواء محمد أمين طبعا، ومستشار السيد الرئيس للشؤون المالية، أستاذ تامر، محمد العبار، أستاذ محمد العبار، واللواء خالد شعيب. لحظة تنفيذ توقيع تنفيذ بروتوكول التعاون بين صندوق تحيا مصر وشركة إعمار مصر لتنفيذ مشروعات التنمية المستدامة في سيدي عبد الرحمن. أستاذ محمد مختار، أولا مساء الخير على حضرتك. مساء الخير أستاذ أحمد. أولا قول لنا اللي حصل امبارح في مطروح وسيدي عبد الرحمن، إيه اللي هيتم تحديدا من جانب شركة إعمار بالتعاون مع تحيا مصر؟ الحقيقة أهم ما يميز البروتوكولات اللي تم إبرامها امبارح إن هي بتجسد الدور الحقيقي لصندوق تحيا مصر كمعاون لأجهزة الدولة. إحنا امبارح كان معانا الحكومة ممثلة في وزارة التربية والتعليم، ووزارة الصحة والسكان، معنا القطاع الخاص ممثل في شركة إعمار مصر، والمجتمع المدني ممثل في صندوق تحيا مصر. وقعنا أكثر من اتفاقية الحقيقة هدفها تنفيذ التنمية المستدامة في قرية سيدي عبد الرحمن. حضرتك عارف منطقة العالمين الجديدة بتشهد يعني تنمية عمرانية على أعلى مستوى في كل المجالات. في المقابل لازم التزاما بالمسؤولية المجتمعية إن الكرة والنجوع المقابلة لهذه الكرة السياحية يتم تنميتها وتطويرها بنفس الشكل. عشان كده الحقيقة شركة إعمار أبدت رغبتها إن هي تتشارك مع صندوق تحيا مصر ووفرت 110 ملايين جنيه. هدفنا إن احنا نشتغل على تطوير المنشآت التربية والتعليم هناك، المنشآت التعليمية خاصة في التعليم الأساسي. الكثافة كانت 90 طالب في الفصل، ودي كانت كثافة عالية جدا الحقيقة. فاحنا بنشتغل على ثلاث مدارس للتعليم الأساسي وكمان مدرسة للتعليم الثانوي. بنتكلم على توفير مجمع متكامل للخدمات الحكومية، مش هيخدم بس القرية، هيخدم كمان النجوع المجاورة وكمان زوار القرى السياحية اللي هتكون موجودة. احنا بنتكلم على خدمات بنكية وفروع لبنك ناصر ومكاتب للبريد وغيره من كل الخدمات الحكومية اللي هتتقدم من خلال هذا المجمع. طيب في المقابل كمان اشتغلنا على فكرة توفير اللقاح. يمكن احنا بدأنا الحملة مع حضرتك من خلال على مسؤوليتي. نعم. شرف لينا. ويمكن قطعنا شوط مهم جدا مع حضرتك امبارح. شركة إعمار انضمت للمتضمنين مع الحملة ووفرت 30 مليون جنيه علشان نقدر ان احنا الدعم المالي يزيد معانا بالشكل ان احنا نقدر نلبي متطلبات وزارة الصحة خاصة في توفير اللقاح لغير القادرين. إعمار امبارح 30 مليون ليكو للقاحات بس، للقاحات بعيد عن المشروعات الأخرى. بعيدا عن المشروعات الأخرى يعني هي كده إجمالي المشروعات هتبقى 140 مليون جنيه. الشراكة مع صندوق تحيا مصر الحقيقة احنا بنبقى حريصين جدا ان احنا نفتح في كل المجالات مع المشاركين او المساهمين. احنا دايما بنحب كلمة المشاركة والمساهمة. كمان هيئة الرقابة المالية زي ما حضرتك عارف يمكن علمت عن 250 مليون جنيه، دي يمكن المرة الثانية خلال جائحة كورونا اللي بتشاركنا. هيئة النيابة الإدارية الرقابة المالية وصل نصف مليار جنيه مساهمتهم كورونا، موجة أولى وموجة تانية. مظبوط صح؟ مظبوط تمام. مظبوط. النيابة الإدارية إيه؟ اتفضل. النيابة الإدارية ساهمت الحقيقة مش بس الحقيقة في توفير اللقاح، كمان مع إعلان سيادة الرئيس فكرة تطوير الريف المصري، والصندوق كمان بيشارك. فهي إحنا تم إخبارنا من خلالهم إن هم هيتبرعوا بثلاثة مليون جنيه لتطوير الريف المصري وتوفير سكن كريم للقرى الأكثر احتياجا. كمان احنا الحقيقه اتحاد بنك مصر احنا تواصل معانا، واحنا ان شاء الله منتظرين ان احنا يتم الاعلان عن رقم جيد جدا خلال الايام القليله الماضيه. من مين اللي تواصل معاكم؟ اتحاد بنوك مصر. يعني كل البنوك المصريه ان شاء الله حريصه ان هي تشارك، لكن الحقيقه افضل ما يميز هذا الاتحاد ان هو فكره التنظيم والتنسيق. علشان كده احنا الحقيقه
بنحترم هذا التوجه، وهم طبعا كانوا خلال الجائحة شاركوا معانا. وفي بقية المشروعات اللي نفذها صندوق تحرير مصر طبعا القطاع المصرفي كان ليه دور مهم جدا جدا. تقريبا لحد مجلس دلوقتي القضاء الأعلى كمان أعلن حضرتك إن هو هيتضامن مع الصندوق وهيشارك مشاركة إيجابية جدا، وهنعرف حضرتك الرقم برضو. نعم كمان ما انساش يعني إحنا بنتكلم بالملايين، بس في مشاركة معنوية من طفلين 10 سنوات و9 سنوات حلو جم مع جدتهم الصندوق وتبرعوا ب 500 جنيه لتوفير اللقاح. فدي الحقيقة يعني الحملة لفتة كويس ثمارها يوم بعد يوم الحقيقة مفيش شك. في نفس الوقت احنا بنقول يا استاذ احمد احنا مش هنوقف مشروعاتنا علشان اللقاح، احنا بنشتغل بشكل متوازي في كل المجالات. كويس. احنا حملة توفير اجهزة الغسيل الكلوي اللي كل المصريين اللي شاركونا في توفيرها احنا وردنا يمكن 560، ودلوقتي احنا بنورد 900 ماكينة غسيل كلوي عشان ما نقدرش نتأخر على مرضى الفشل الكلوي. كمان احنا بنتكلم على 1800 بيت بإذن الله قبل منتصف العام هيكون تم رفع كفاءتهم وتوصيلات المياه والكهرباء وغيره. فزي ما بقول لحضرتك احنا مش هنوقف شغل علشان حملة اللقاح، بالعكس احنا بنشتغل في التوازي. والعام الدراسي الجديد ان شاء الله هتلاقي مدارس سيدي عبد الرحمن دخلت الخدمه وابتدت تشتغل. كل ده الحقيقه بفضل المشاركه الايجابيه سواء من خلال حضرتك، من خلال برنامج حضرتك، او كل الناس اللي بتساهم من بره مصر وجوه مصر، وبرده لفته ايجابيه برده من المصريين في الخارج من خلال موقع الصندوق. عايز اقول لحضرتك ان في كتير جدا من المصريين في الخارج بيتواصلوا معانا من خلال صفحه الفيسبوك. نعم. وبيشاركونا في الحمله اللي بداناها مع حضرتك. وصلنا قد ايه؟ عندكم حصر ولا لسه شغاله؟ احنا بعيدا عن الرقم الخاص بهيئه الرقابه الماليه احنا كنا وصلنا 300 مليون جنيه. وده طبعا لسه في ارقام للمساهمات اللي بتيجي بشكل مباشر في البنوك. انا بكلم حضرتك على التواصل المباشر مع الصندوق او من خلال البرنامج عند حضرتك. لو ضفنا كمان الرقابه الماليه فاحنا تعدينا النص مليار، وان شاء الله احنا يعني بنامل ان احنا نعمل يعني نحقق رقم كويس نقدر ان احنا نوفر بيه الدعم المالي بعد دخول التحدي مصر ان شاء الله. استاذ محمد مختار بشكرك شكرا جزيلا.